لما بتجتازي 10 كيلو متر بتكوني شلتيه من جواتك. تنفسي بشكل سريع وانت عم ترقدي. تحملي ديما، تحملي. انت شخص عادي بالنسبة لإلي منصور، شخص عادي عادي عادي. فجأة وقع بالأرض وما بعرف شو صار له. قلتك بينفض من نامو؟ الأطباء طمنونا لا تخافي. يا ريتني ما قلت له كل هالكلام القاسي. يا رب يا رب يفيق ويسامحني. هلا انت بدك اياه يفيق مشان تطلبي منه السماح؟ هو اللي لازم يطلب السماح مو انت. لا تنسي تطلبي منه السماح ضروري. ها لك انت شو؟ انت ليش مصر تزلني وانت قوي وانت وضعيف؟ انا بعرف انت كنت تسمعني. رد علي ليش؟ لو سمحتي هيك ما بيصير. اللي عم بيصير برا شو؟ بيصير؟ آدم دون حبيبتي طمنيني شو صار معك؟ بهوي يا ليال ما في شي ما ساويته وما عم يمشي الحال. لك طولي بالك انتي مو بدك تنسي منصور. تنسي؟ بس طولي بالك الشغلة مو مسحة رسول. ركضت وعيطت بس يا الله شو ساوي ما عم تزبط. ولك حاجة كلام مجلات ببوس ايدك حبيبتي. ما بينسي الرجال الا رجال تاني. خلصنا بقى. ما عم بقدر. بس هنن بيقدروا لهيك بينسوا بسرعة مو مثلنا. شام مبسوطة ما؟ ولا خليني اجرب مرة تالتة الا ما تزبط. لك اللي مثلك بحياتها ما بتخليف. ست هالة ولا حفيظة ولا بديعة ما لك غيرها الخلقة اللي بتقطع الرزق. طيب أهلي دمدومة وتي حبي. احكي احكي ما رح اشمت فيكي. مقهوره يا ليال عن جد مقهوره. يا خلصنا ولو طولي بالك يعني هلا اذا بدنا نضل نحكي بالموضوع ما رح تنسي. هلا بعمل لك فنجان قهوه بتروقي اعصابك. ايه صح احكي لي يزن كيفه شفتوا بعض؟ بتعرفي من اول مره شفته لمنصور حبيته. حبيت حضوره وثقته بنفسه. لو سليم زبط معي كنت تزوجتي وما سالتي. حبيبتي انتي عم بتدوري على عريس حاجة تقلبي لي اياها حب وغرام ومشاعر بقى. خلصنا. حبيبتي انا عم دور على عريس مشان ما عالناس مو لاني ما بحبه لمنصور. ملاحظة مهمة ودقيقة جدا. انتي ملاحظة كم مرة صرتي قايلة منصور؟ شلون بدك تنسي شلون؟ مو الحق عليكي، الحق علي اني اجيت لعندك. بس تذكري لما طلقتي شو ساوينا لك. ولك تعي 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 لقلك ما غلاظة. لك منصور خلاص 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 نسيه نسيه منصور بح لا تجني. لوين العزم ان شاء الله؟ جبت افوتي الكهرباء من سبع اشهر دفعنا يا مرا. يا زلمه نص العالم ما انا عم تدفع الفواتير بس انت ضميرك صاحي؟ يا حرامي ايش ما بصير؟ مانك نازل على سوق الحراميه؟ ما بعرف وين نازل. لك خلص يا زلمه امسك امسك سكت وقلب القرف. ايه شو عليه؟ مقرفك يا خافز انا رايح. روح أهم شيء موعد التسليم.
تركنا كذا مجموعة بسبب التأخير. بدنا أسلحة تقيلة خلال أسبوع أدران. قالوا لنا أهل أرسال ما بيخاف عليكم. الله وكيلك، مثل المجنون قام وتركني. هقولي هي عادته حفظته، كل ما بيجيب لنا شغلة تقيلة بيحرد له شي أسبوع زمان. ولا الضحكة مو هون، شوفي أنا وماشية كيف صرت فرجة قدام العالم. الله وكيلك أنا ماشية والجرسون ناطت وراي عم يا مدام الحساب. طيب وشو المضحك بالموضوع؟ في شي ببكي؟ هلا إذا معصبة مو تقعدت في الشي خلقك فيني. ألو، أهلين شامو، أهلين حبيبتي. أي خلص يلا. لا عم قلك أي يلا خلص، إذا بدك على الساعة 3. يلا يلا باي حبيبتي، باي باي. شو بدها؟ بدها يعني روح معها على السوق مشان تنقي فستان العرس. رح تنزلي؟ طول عمرك واقفة بصفة أنتي. لا مو صحيح هاد الحكي. لا صحيح صحيح ونص، وانا غلطت لما اجيت لهون. بس على فكره صار فيكم تحكوا تتمسخروا هلا وتشمتوا امها. طولي بالك يا ديما، شبكي مجنونه؟ ديما مجنونه هالبنت، فهي وقد كسرت رجلها. ما بعضها ضعيف جدا والاكثر سوءا لذلك. ما احلى ان نعيش في خير وسلام. خلي انا رح اطلع. تعي تعي مش نعم. انت لامتى بدك تضل تنام بالمكتب؟ لازم تروح على البيت وتحكي مع سوزي. حاليا ماني قادرة. طيب تشرب قهوة. ابو يوسف بعد اذنك اثنين قهوة. يا سيدي شكل الحملة جابت نتيجة، ما عم نلحق جمع ثياب. طيب ممتاز، بلشتوا توزيع؟ هلا نحن عم نتواصل مع الجهات يلي عم تأمن سكن للعائلات، وهن رح يتولوا التوزيع. بتعرف السيد وسام بشو تبرع؟ جاب لي ثياب داخلية مستعملة، قال تبرع. ما هو والست سوزي ما في أشطر منهم بالمسخرة على كرامات العالم. بسيطة حبيبي بسيطة. نحنا بهمنا سوزي، وسام مو مهم. يا الله شو حلو. شو ممكن يكون شعور البنت بس تلبس هيك فستان؟ انتي الحق عليكي، كان لازم تلبسيه وتتجوزتي. ضلت حسرة بقلبي. لا تحكي هيك ليول، إن شاء الله بكرة بتلبسي عن قريب. ما بظن. شو أنا ليول؟ روقي بتلبسي إن شاء الله. هلأ شو بدنا بهذا الحكي؟ المهم أنه واحدة فينا حظها زبط. لك تقبريني يا شامو، والله العظيم فرحانة لك من قلبي، وإن شاء الله يا رب الله يبعت لك أيام حلوة. شو عجبه؟ ما بعرف، تعي شوف بلكي في موديلات تانية. يلا لقيتي غير ليال تروحي لعنده وانتي بهي الحالة؟ هلأ بتكون حكيت كل شي لشام. وهلأ لوين لوين يا ديما؟ سباحة وتزلج ما بتعرفي، أحسن شي تشتري لك كم فيلم. خلينا على حساب الدفتر مليان، تدفع أو الله معك. هات أشوفك لقيت مصاري ولا هيك الشغلة طيلة صح؟ السلام عليكم. الله معك. كيفك؟ افتكرتك انقرضتي أطريكي عايشة. بكرة بدي انزل على المحكمة وغير اسمي. الشيخ قال المهم بالدفتر. وشلون قبلت بنت المدارس ها؟
حبيبتي يلي متحملة وائل كرمال ولد مستعدة تتحمل أي شيء ما هيك؟ تعالي اقعدي تعالي 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 اقعدي. الحمد لله تعدت مرحلة الخطر بس لازم يبقى عندنا مدام. شكرا. الحمد لله يا رب مثل ما بعرفه دائما قوي سامي. قوي لا ظالم ولا جبار.